وفي لقاء مع التلفزيون المصري على هامش إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن دعم القيادة السياسية في الدول الثلاث أسهم في فاعلية المشاورات والمناقشات بين المعنيين والمتخصصين، وأثمر عن توقيع هذه المبادرة المهمة للدول الثلاث وشعوبها. الحقيقة يعني الفكرة لعمل هذه الشراكة التكاملية مع بعض نبعت من اللقاء الهام اللي جمع قيادات الثلاثة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وسمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات في القاهرة في شهر رمضان الماضي. وتناقشنا نحو طبعا الأزمة العالمية اللي النهاردة العالم كله بيمر بيها، والتي تعد الأسوأ يمكن من منذ الحرب العالمية الثانية. وكان هناك التوجه لقيادات التنفيذية في الثلاث دول بسرعة العمل على وضع استراتيجية تكاملية لقطاعات الصناعة كأولوية أولى، هدفها كيف نتكامل الثلاث دول لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية اللي بيطلبها شعوب هذه.